في سياق آخر، افتتحت أمس أشغال الصالون الدولي للمنتجات والخدمات البترولية بإشراف من السلطات الولائية والعسكرية بحوض النفط حسيمة سعودة. الصالون الدولي الذي ستدوم فعاليته مدة 3 أيام، حيث شهد مشاركة 150 عارض جزائري و30 أجنبي من مختلف أنحاء العالم لعرض كل ما له صلة بقطاع المحروقات من قريب أو بعيد، في خطوة جديدة منه لافتتاك مشاريع طاقوية وخدماتية جديدة مع الشركات. التغطية كانت لمحمد أمين بوعافية. بسكري اسمنت مصنع خاص 100% جزائري بقدرة إنتاجية 5 مليون طن وثلاث خطوط إنتاج. فخورون بمشاركة في مثل كذا تظاهرات، وذلك من أجل تبادل الخبرات لمواجهة التحديات الجديدة القادمة إن شاء الله. عندنا فرع في حسيم سعود اللي هو سياج سوسيال، وعندنا فرع في بجاية، وعندنا فرع في الجزائر. حنا وني سبيسياليزي في لا مينتونونس اندستريال، نديروا لافونت بياس دو روشانج ملتي مارك، نخدموا لي بواطا فيتاس، نديروا لا جيومتري لي فيكيل لور وليجي، و ريبريزونتيو رونو تروكس الجيري. الهدف تاعنا هو نتقربوا من الزبون تاعنا اولا، احنا رانا عندنا هنا في حاسم سعود، والهدف تاعنا نتقربوا اكثر من الزبون تاعنا ونحطوا السلعه تاعنا بنوعيه افضل.